السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم سوف نطرق إلى موضوع اللي هو شغل جميع الناس وجميع الناس تهمهم هذا الموضوع ومرتبطين بهذا الموضوع وخاصهم يحضروا رؤوسهم لهذا الموضوع. إذا لم يكن هم من سيقع لهم مثل هذه الأشياء يجب يعني الاهتمام بهذه الأشياء والحذر منها والدفاع عن إخوتهم في النجاة منها بهذه الوسيلة الخبيثة التي يستعملها الخبثاء والسحرة والظالمون والكهانة وأصحاب النفوس الضعيفة ومن سولت لهم نفسهم الاستعمال مقدسات الناس واستعمال الأشياء المحرمة واستعمال الأشياء التي تغضب الله واستعمال الأشياء الشركية لأن الشرك لا تجلى ولا لا يصب في نهر واحد ونهار أنك عندما تذكر أن لا وجود لله الله الشرك أنواع وأشكال. لأن هناك أحد العلماء رحمه الله اسمه أبو شمش الذهبي الدمشقي ومن الإخوة السوريين كان عليما جليلا في إحدى الكتب التي اسمها الكبائر أن كل شيء من الكبائر أي شيء يقوم بمضرة أخوك المسلم فهو من الكبائر. وعندما سألوا ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر قال لهم إن كل كبيرة أو الكبيرتين ما ختمت بوعيد أو بنار فهي كبيرة. أي شيء ختم بوعيد أو بنار فهو كبيرة لأن أي شيء يغضب الله فهو كبيرة هكذا. ثم اليوم سنطرق للموضوع ماء الميت كفن الميت الصابونة باش يتغسل الميت عظام الميت سواء تكلم بكل صدق ووفاء وعهد أمام الله وأمام مخلوقاته من الملائكة ومن الجن ومن الإنس لأنهم كلهم يوم القيامة يقومون بالشهادة في وجه هذا المخلوق وهذا الأدمي وهذا الكائن. لأن كل شيء يوم القيامة يصبح له شفتين ويصبح له كلام. أي بقعة في الأرض قمت بالصلاة عليها وأي بقعة في الأرض قمت بالأذن فيها وأي شيء قمت بعمل به إلا يقوم بالشهادة عليك إما شهادة سلبية أو إيجابية من شفتيك من عينيك من يديك من رجليك إلى آخره. الصدق والوفاء بالعهد مع الله له أجر عظيم أول حاجة. ثم المغفرة هي جزاء القول الصادق والفعل الحسن. ثم الجنة هي أجر الصادق مع ربه بسبب الصدق ديالك الله تغفر لك شحال ديال المسائل. الصدق له مرتبة عظيمة عند الله تعالى وقد أثنى على الصادقين في كتابه يوم ينفع الصادقون صدقهم غير حساب. ثم أثنى على الأنبياء بوصفهم الصدق لأن كل نبي هو نبي يعني معصوم رغم بعض الأنبياء أنهم وقعوا في أخطاء ولكن حكمة من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هنا سر من أسرار الله أن كل الأنبياء وقعت لهم مسألة من المسائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء كما البيت تم إنشاؤه ولم تنقص إلى لبنة واحدة بريكة ياجورة في تلك البريكة وتلك ياجورة هي الرسول صلى الله عليه وسلم فانتهى بناء ذلك البيت وتم إنشاؤه. قال الله تعالى في سورة الأحزاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ما معنى هذا؟ تطابق القول مع الفعل في عهد الله مدعاة الجزاء العظيم. أما النفاق فهو موجب لغضب الله سبحانه وتعالى. وصفة الصدق لا تكون في المنافقين والمنافق ليس بالكلام وليس في سياق المتصل للحديث الذي روي الرسول صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق أو علم المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا استؤمن خان وإذا حدث كذب والمنافق في الدرك أسفل من النار. ثم ننتقل إلى الموضوعين المهم وهو أي إنسان وأي إنسانة تفعد محد الرجل سواء الأب الأم
أخت أخ قريب بعيد أو ذلك السيد الذي غسل ذلك الميت فليتق الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. المعنى هنا نحط نقطة ونحط علامة استفهام وعلامة تعجب أن ذاك الميت كاين بعض الأحيان ذاك الميت ذاك الماء ديالو ذاك الماء ديالو ذاك الميت يوصل بعض الأحيان حتى 10000 درهم 20000 درهم عند أصحاب النفوس الضعيفة. وديك الصابونة ديال الغسل ديال الميت والطرف من كف الميت. لهذا أي إنسان وقعت عنده شي وفاة رحمنا الله ورحمكم ورحم أموات المسلمين يحرص ديك الصابونة يشوف المصدر ديالها فين مشى ويراقب داك الماء البقايا ديال الغسل ويراقب الثوب ديال الميت داك الشيء اللي غادي يشيط وداك الشيء يتكفن به واش هو هذاك تقطع منه حتى طرف. هذه من جهة وداك الماء وديك الصابونية يديهم بعيدا في مكان لا يرى أحد وكبوا لأن هذاك الماء وتلك الصابونة وذلك الثوب ديال كف الميت هذا راه علم. هادشي تنقول لكم راه أسرار ديال الحكمة وعلم راه ماشي كلام من الشريعة أو الهامش أو الكوبي كولي أو هادشي راه ورثناه وتلمدناه وعرفناه وتعلمناه مع الشيوخ رحمهم الله في هذا اليوم تركوا لنا علما غزيرا في الحكمة. وهذا العلم ده هذا رمي يفتح لكل العلوم مهما على شأنك أو مالك أو وظيفتك أو كما كنت أو كانوا يمكن الإنسان يضرك إما من قريب أو من بعيد بصورك بثوبك باسمك بأثارك أي شيء. إلا ما قدرش يوصلك بالأكل يوصلك بالرش إلا ما قدرش يوصلك بالرش وخد تدير كاميرات وخد تماتش دير لأن العقل البشري والكائن البشري لأن الإنسان دائما في تطور مستمر وفي مكر مستمر والشيطان يوحي إلى 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 أتباعه ودائما تجيبهم بالجديد ودائما تجيبهم تبرمجهم بالمكر باش يزيد يغرقهم ذنوب ومعاصي وكبائر وأتم. عندك السحر تيبان لك الصابونية وتيبان لك الطرف ديال الكفن وتيبان لك ما ديال الغسل عادي وكيرب قدر ثلاثة المسائل ندمروا عائلة نقدر ثلاثة المسائل نوقف المرأة عن الزواج على الإنجاب تعطينا العمل عن دراسة انتحار موت على الله السحر والظالمين والمتصلين بهذه الأعمال عليهم على رسول الله والملائكة والمسلمين. وراه ماشي هذه الأشياء بالضبط توقع هذاك الشيء لا كاين أشياء أخرى ولكن ما نقولهاش الظالمين تراقبوا كنقولها في كل فيديو لأنني أنا لست براقي أنا رانا فاقيه ثم جات كلمة راقي لأن أي إنسان حقه يولي راقي. القرآن الكريم منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في 60 حزبا بدايته ألف لام ميم الفاتحة رأس القرآن ألف لام ميم ختامه قرآن رب الناس ثم أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث الأم عائشة لقد رقاني جبرائيل ورقيت أصحابي فرقوا أنفسكم ولا بأس بالرقية ما لتكن شركا ومن يستطيع أنفع أخاه فلينفعه. وما ورد عندنا في الأثر عن السلف الصالح أن الشيوخ أجلاء أن هناك رقية مشهورة هي رقية العقرب كان هناك أصحاب رسول الله في أحد القوافيل فجاءوا عند نفرين من تلك القرية فأبو المبيت ورأوا أهل تلك القرية ولم يقوموا بضيافتهم فذهبوا بعيدا واستراحوا فأصيب أحد من أهل تلك القرية التي أبوا يستضيفوا تلك القافلة التي في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلضغت أحد سكان القرية عقرب فقالوا أنتم جئتم من كذا وكذا من المدينة أو مكة لم أتذكر جيدا لكثرة تكدس المعلومات وكثرة المهم المعنى رقوا فقالوا لنا نرقيكم حتى تعطونا كذا وكذا فوافقوا فرقوا ذلك الشخص فتم شفاؤه فأعطوهم ما يريدون فقالوا لنا نقسم هذه الهدية حتى نعرف فتواها وسياقها فاستشاروا مع الرسول فقال لهم إنها صلى الله عليه وسلم إن جائزة محتفظون إلا بسهم منكم
معكم. ما روي عن العلماء عن السلف الصالح ثم أن الرقية ليس الرقية باسم فلان أو بمركز فلان أو بفلان أو أنا فلان، حاشا ولله، لله الرياء والكبر من صفات الشياطين، ودائما أقولها، لأن الراقي يقع في ثلاث مسائل: فتنة النساء، فتنة المال، فتنة العظمة، لأن الجن دائما يكذب ويقوم بشكرك وبتعظيمك حتى تقع في الرياء. والرياء في القياس الديني عندنا وفي المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية شرك أصغر، هكذا، لأن الرياء والكبر هو الذي أخرج إبليس من رحمة الله، لأنه عظم نفسه أنه مخلوق ناري، وليس مخلوق ناري فقط، من نار السموم، يعني ذلك اللهب الأزرق الذي يصدر من النار. وسأعطيكم سر: أن جميع الجن في العالم رائحتهم مثل رائحة الكهرباء، مثل تحرق لك شي بولة ولا تتسوطر شي زيبل، ديك الرائحة ديال الكهرباء اللي تعطي راه هي رائحة الجن. هل عطيتكم هذه المعلومة؟ عمر شهور ما عطا لكم في العالم، ورحموا لي الوالدين. ما تشم هذه الريحة في الدار وتعرف ما كاين محروقة حتى بولة وما محروقة حتى في زيبل، عرف راه كاين الجن عندك. وملي توقف واحد المكان وراسك يوقف ورجلك يطيح فيهم الماء، كما تنقولوا بالدارجه المغربيه والمغاربيه في شمال افريقيا، وتجيك توريشه راه كاين واحد الانسان حداك، وملي ثاني تبدا غادي تسمع واحد الصفير ولا تسمع واحد الاذان وتسمع واحد المنادات، راه واحد الجن عيط لك، حاول ما تلتفتش. وكاين واحد النوع ديال الجن شيطان خاص بالناس الكبار، تيكون غادي للجامع الشيطرة تيشد المزرار ويديروا لي في البلغه، داك الراجل مسكين مع زياده في السن والثقل ديال الجسم ديالو وكذا، تولي الوسط 90 عام 80 عام، تيجبد هذيك البلغه وتبدا يقيم نقي فيها وتفوت الصلاه ديال الجماعه، لان ما يبكي ابليس هو كثره السجود وكثره الاستغفار وكثره الصدقه. عندما تقوم بالسجود الى الله تيقول يا ويلته انا اسجد لله عز وجل سجده واحده، وها هو الادم الذي رفضت اسجد له، تتألى الاحترام لامر الله وتقصيد الامر الله، ها هو يسجد لله فيهرب هربه بسرعه لا تصف في مشارق الارض ومغاربها، ويندب خده ويقول يا ويله يا ويله يا ويله يا ناري يا ناري يا ناري. هذه الكلمه ديال ناري ما تبقاوش تقولوها، حيت واحد القوم كانوا تيعبدوا النار وكانوا تيحلفوا بهذه يا ناري، هي قسم كيما تنقسموا حنا، قل اقسم بالله اقسم بالقران العظيم او بحق الالهه فلانه او بكذا وكذا كذا، بعد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم هذاك الماء تدمر عائله، وسبب التدمير هذا السحر هذا مرتبط بالمقابر في السطح المحادثه وفي حتى نقوم بإغناء الموضوع، مرتبط بالموت وبالمقابر، ثم منتشر عندنا بكثرة في جميع أنحاء العالم، أي إنسان راه يعرفه. ثم هذا السحر يقدر يوقف عن الزواج، يوقف عن الإنجاب، يوقف عن أي شيء، تعطيل عن 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 مثله مثل التوقيف، يعني هو مثله مثل سحر القفل، لأن لا فرق بينهما. هذاك سحر القفل عنده دور واحد ديال الثقاف، والآخر عنده دور ديال جميع المسائل الخبيثة. ثم هذا السحر ملي تعمل لك تدخل فيه مباشرة جني، وماشي جني عادي، من المرد الكبار، لأن النوع ديال السحر تيخدمو الكبراء ديال 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 الشياطين. علاش؟ لما فيه من تقديس للمقدسات المسلمين، لأن المقبرة راه تندخلو ليها تنتخشعو، تنفكرو اليوم الآخر، تنفكرو واحد النهار غنكونو في داك القبر، تنشعرو بواحد واحد الروحانية، واحد الروحانية قوية تقوم بالمشط فينا، التحرك فينا بهذا المفهوم هذا. ثم هاد السحر هذا كاين العلاج ديالو بإذن الله بجني، وبعض الأحيان تيكون بلا جني، تكون داك الانسان تيتحصن بزاف، او داك الانسان كاين يعني
عنده سر من أسرار الله عز وجل. تكون بعض المرات تكون الجني وبعض المرات تكون الجني. ثم أن هذا السحر هذا يقدر يؤدي إلى انتحار، يؤدي إلى العزلة، يؤدي إلى انطواء الناس، يؤدي إلى كل ما لا يخطر على البال، لأن سحر خبيث وسحر من أقبح الأسحار. ثانيا أن غالبا ما تستعملون النساء هذا السحر هذا، وغالبا تمشي على تسخروك هذا وباغي ندخلوا باغي كذا، هذا بالنسبة للمرأة خاصة تغسل المرأة، وبالنسبة للرجل كنبغي نغسل الرجل. المهم إخواني أخواتي، الحظر ثم الحظر، تحضير وتنبيه. ماء غسل الموتى يباع أسعار بعيدة للسحرة والمشعوذين، ثم بسببه يتم تحطيم آلاف العائلات يوميا في أنحاء العالم. لهذا وجب التنبيه والحذر من هذه الأشياء. وأنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ركتم علما ألجمه الله يوم القيامة لجاء من النار. وأنا أحببت أن أشارككم كلما تعلمت عند المشايخ، لا أبتغي سوى مرضات الله وإنقاذ الناس وسعادتي في شفاء الناس. أنما عندما إنسان يأتي إلي أو تواصل معه فهمي الواحد هو علاجه ليس المال. ملي تتعلم تبقى مع صداقة وأخوة وراه هو تبقى منه الدماغ ديالو الخاطر ديالو. المهم أنا الأهم ديالي هو نعالج الإنسان ونصيد ديك المرة رجعت الراجلة، هذيك المرة تزوجات، هذيك المرة ولدات، هذيك المرة صحات، هذاك السيد رجع الصحة ديالو تنفرح كأنني دخلت إلى جنة عدن أو الفردوس. أختبي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونعمل كفارات المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، عدد كمال الله وكما يليق بكمال الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين.